خليني ارحب بالمداخله او الهاتف اللي معانا الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعه والمتحدث الرسمي باسم الوزاره. مساء الخير يا فندم، برحب بحضرتك يا دكتور. مساء الخير يا دكتوره بسمه، والحقيقه هي ليكي والف مبروك. الله يبارك فيك يا فندم، متشكر. دي منبر اعلامي محترم، ان شاء الله موفقه وتضاف لسجل النجاحات المستمره لحضرتك. امين يا رب، الف شكر يا فندم، الف شكر. خليني يا فندم عايزين نسمع من حضرتك، تكلمنا عن مشروع دلتا مصر، ازاي المصريين يستفيدوا من مشروع دلتا مصر؟ عايزين نعرف. الحقيقه طبعا مشروع دلتا مصر ده واحد من المشاريع المهمه جدا اللي بتنفذها الدوله المصريه. ليه مشروع مهم؟ لان هو اولا هو بيمثل محور كبير من محاور التنميه الزراعيه للدوله. احنا بنحاول ان احنا محاورنا في التنميه الزراعيه بيبقى ان احنا بنوسع الرقعه الزراعيه، بنزرع اراضي جديده، بنخرج بره الوادي الضيق، بره شريط وادي النيل، ونبدا نروح لمناطق جديده، نبدا نستحمل. فهو بيطبق هذا المحور، كمان هو بيطبق البعد الثاني او المحور الثاني اللي احنا بنشتغل عليه في تحقيق التنميه الزراعيه، هو اننا كمان بنعظم انتاجيه وحده الارض، يعني بنزود انتاجيه وحده الارض وبنعظم انتاجيه الفدان. ده بيحصل من خلال ان اولا هذه الارض هي من اجود انواع الاراضي ومن اجود انواع التربه، والحقيقه وزاره الزراعه قامت بعمليه حصر وتصنيف التربه داخل هذه المنطقه، والحقيقه ثبت ان هي من افضل انواع التربه اللي ممكن الزراعه فيها. ثاني حاجه المنطقه هناك منطقه مناخيه او المناخ فيها بيتميز ب يعني الاتزان النسبي، وده يساعدني في التوسع فيها على المحاصيل. طيب الناس عايزه تعرف يا فندم يعني هيعود عليها بايه؟ هتستفاد ازاي؟ اولا القطاع الزراعي ده بيمثل تقريبا 20% من اجمالي الصادرات السلعيه في مصر، منتجات زراعيه، فده بيزود لنا من الفرص الاقتصاديه، بالتالي زياده للدخل العمله الاجنبيه للدوله المصريه، وبالتالي تمام تحسين مستوى معيشه عدد كبير من المواطنين. الحاجه الثانيه ان اضافه لده هو كمان القطاع الزراعي بيأثر في ما لا يقل عن 15% من اجمالي القوى العامله المباشره و50% من الشعب المصري. الحاجه الثالثه ودي في غايه الاهميه، ان احنا بنزود المعروض علشان نوفر قدام المواطن المصري اسعار افضل ومنتجات كميات افضل وجوده افضل، ده يكون موجود للمواطن المصري. الحاجه الاهم برضو ان ده بيدي فرصه لاكثر من 5 مليون فرصه عمل، ان يبقى عندنا فرص عمل كثيره تبقى موجوده في هذه المنطقه، لان احنا بنتكلم على انتاج نباتي وانتاج مكمل لهذا الانتاج النباتي من خلال عمليات التصنيع الزراعي، من خلال عمليات الانتاج الحيواني او الداجني اللي بتكون موجوده مرافقه لهذا الانتاج، وبالتالي ده كله يدي فرص عمل للمواطن المصري، وبالتالي يفتح قدام المواطن المصري افاق جديده، واللي بيسكن في الوادي الضيق انه يبقى عنده توسعه جديده. والحقيقه ما كناش نقدر نتكلم على هذه التوسعه لولا معابر التنميه او شرايين التنميه اللي بتقوم بها الدوله المصريه من خلال الطرق. ما كناش هنقدر نروح ابدا هذه المنطقه لو ما كانش محور الضبعه تم انشاؤه، ما كناش هنقدر نروح هذه المنطقه لو ما كانش في طريقه للربط ما بين الاسواق الرئيسيه في العاصمه زي القاهره، وكمان المواني الرئيسيه زي ما هي موجوده في اسكندريه، فدي بالتالي بتساعد وبتحسن من عمليه التسويق للمنتجات الزراعيه اللي بيتم انتاجها، وبالتالي بتحسن من دخول الناس اللي هتكون موجوده في هذه المنطقه، وبتساعدهم على التوسع في الاستثمارات اللي بيقوموا بيها في هذه المنطقه، وبالتالي تدي انتعاشه للسوق المصري، لان احنا بنتكلم في مساحه تتجاوز المليون فدان، احنا بنتكلم على 500,000 فدان اتزرع منهم 200,000 بالفعل اضافه الى. طب معلش يا فندم هقطع كلام حضرتك، عايزه اعرف ايه هي ابرز المحاصيل اللي هتكون في مشروع دلتا مصر؟ الحقيقه احنا زرعنا في هذه المنطقه عدد كبير من المحاصيل الاستراتيجيه، يعني زرعنا بنجر، زرعنا قمح، البنجر طبعا له اهميه كبرى في عمليه انتاج السكر، وزرعنا قمح، زرعنا عدد كبير من محاصيل الخضر والفاكهه في هذه المنطقه، كمان احنا بنقوم او لهذه المنطقه تتميز ان احنا نقدر نعمل فيها تنوع كبير في المحاصيل نقدر نزرعها، وطبعا بيتم بقى دراسات متخصصه ودراسات دقيقه وفقا لاحتياجات الدوله، وفقا للتصدير او الاستيراد اللي احنا بنحتاجه، وفقا للحاله السوقيه، وكمان وفقا لطبيعه الارض والميه والمناخ، فده هيتعمل دراسات دقيقه مستقبليه لكل المساحات اللي بيتم زراعتها علشان نحدد كل قطعه ارض بتزرعها ايه، وايه انسب تركيب محصول ليها يحقق عائد اكبر الافضل للمستثمر لما يروح يستثمر في هذه المنطقه. أنا بشكرك جدا دكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة والمتحدث الرسمي باسم الوزارة.